السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت. وصلنا زمان ساحبين عليها، نعلم ذلك، نعلم، لا داعي للتعليقات السلبية ولا داعي للديسلايكات، ولكن نعلم أننا نحن متأخرنا. بس اليوم نزل تحديث جدا رهيب وجدا خرافي، وفي شغلة جدا مهمة أحكيها بهذا الفيديو إن شاء الله، فقلت لازم نعمل لكم فيديو خاص ناس كرمال هذا التحديث. أول شيء نحكي بأول خبر، هو أجمل خبر إجا، اللي هو نزلت حجم لعبة فورتنايت من 100 جيجا أو من 89 جيجا، مع أنه 89 جيجا تقريبا نزلت إلى رقم، سواني فرجيكم، هل ترون معي؟ إلى 29 جيجا نزل الحجم، وطبعا في شخص دخل عليه هلأ حاليا، رح نحكي معه وبعدين نكمل لكم تسجيل الفيديو. طول بالك، أهلا أستاذ كوسي، واتساب. هذا الستايل الحلو، تتذكر السكن اللي صرتوا تتنمروا علي وتقولوا لي ما ابشعه وليش تشتريه وليش عندك اياه؟ تفضل، هذا هو. طبعا بداية في عندك انه في تحدي نازل رح ينزل من 21 ولغاية 3 نوفمبر، يعني تقريبا في عنا شيء اسبوعين على ما اتوقع، تقريبا اسبوعين لازم انتقام مايدس، نخلص تحدياته او نخلص الشغلات اللي له نزلت. طبعا هو هذا هو، يمكن اتوقع رح يكون في ستايل خاص له، ما بعرف. في عنا هذول الشنط اللي تجي مثل، رح تجي مثل هدايا او اسلحة ممكن نستفيد منها، او رح ينزل طور هو، شوفوا حلوة وما حلوة ممكن نتقاتل فيه، الله اعلم. في عنا هون نكمل تحديات خلال الكوابيس، في تحديات رح تاخذ هذول اللون، وهي اخذناها ذاتا، انا اخذتها ما بعرف، في هاي وفي هاي وهي هي انا اخذتها، هلا هي والله ما بعرف، المهم هي سمايلي بيطلع لك، بس اخذته يعني. وفي هاي الثالثه ما بعرفها. وطبعا في حفله راح تصير اليوم، لا راس الشهر 1 نوفمبر راح تصير حفله، اللي هي حفله هذا، حفله هذا اذا اخذت شخصيه السكن، اذا اشتريت انت السكن من الايتم شوب اللي هو هذا اذا اخذته راح يطلع معك تحديث له. في حال حضرت الحفلة راح تصير مرة واحدة لها، راح تاخذ هذا السكن الثاني، مع انه يعني السكنين جميلات بس مو كتير يعني صراحة، يعني هذا الحب، انه الحب. المهم بنكمل لكم، تم تم لم تم تم. بعدين هو مثل ما كنا قلت لكم اياه، وفي هون خلال كوابيس فرصة تقدم وضع الابداعي 4 جزر ميزة مستهلة في كوابيس، تتمكن من اكتشاف ارقام الرقم، أرقام الرمز الغامض المدفون في كل جزيرة، استكشف هذه الجزر واجمع الأرقام العشرين للكشف عن غلاف غضب الغضب. حلو، يعني في عندك رح ينزل بالكرياتيف، في تنزل 4 جزر، في عندك 20 رقم أو 20 شغلة لازم تروح تلمها، بس لما يطلع 20 رقم رح تاخذ هذا اللون اللي هو مثل لفافة المومياء. ستوفر الجزيرة الأولى لاحقا اليوم، في اليوم راح تنزل أول جزيرة، وكل يوم حتى 24 لتتفق جزيرة متميزة جدا والحصول على أرقام جديدة. بعد أن تعثر على كل الأرقام ادخل الرمز في لإضافة غلاف غضب السماء إلى خزيناتك، ستنتهي صلاحية الرمز الاسترداد في 27 الساعة 50. حلو، هو شيء مهم جدا إنه أنت راح تدخل كل يوم تاخذ، يعني راح ينزل اليوم في جزيره بدايه راح تنزل راح تدور على ارقام، بكره راح تنزل جزيره كمان. المهم في عندنا 4 ايام راح ينزل عندنا 4 جزر، كل يوم راح تنزل جزيره، بكل جزيره فيها 5 ارقام على ما اتوقع و20 رقم ما بعرف شلون، بس هو اللي انا بقول لك لازم تبحث عن ارقام، ممكن اقل ممكن اكثر، يعني ممكن بالجزيره الاخيره 5 ارقام، ممكن بالجزيره الواحده بنلاقي ال 20 رقم. وبعد ما مروا عليها مروا على هذا الرابط راح تلاقوه بصندوق الوصف، طبعا اذا بدكم تضغطوا عليه بتروحوا عليه انتم بدين حالكم، تيجوا لهون طبعا سجلوا دخولكم بحسابكم على الموقع، وهون اسمه ريدمي، او انت لما تدخل الموقع اسمه رمز الاسترداد، هذا هو، تدخل هون الرمز العشرين رقم وتكبس استرداد وتاخذ اللي اسمه اللي هو راح يكون هذا اللون او هذا السكن، يعني سكن الاسلحه، تمام، راح يروح وبس احتفل بكوابيس. ايوه شوفوا ارشح لكم اياها بشكل مبسط اكثر، راح اول شيء انت تختار رسمه من هدول الرسمات الموجوده تحت، تكتشفها عندك 3 رسمات بدهم واحده منهم تنقيها، وبعد ما تنقيها راح تاخذ ورقه هيك، وبعد ما تاخذ الورقه بتروح تطبعها بالمطبعه، وبعد ما تطبعها بتقصقصها وبتسويها وبيطلع معك هذا الشكل النهائي، وبتقدر انت تعمل هاي الاشكال. طبعا هي هون مثل يعني اضافه جدا جميله صراحه، واو بجد بجد شيء جميل جدا، شوف شلون طالعين هون الاشكال جدا خرافيات. تعال نشوفهم على تويتر، ما فيني اضغط عليه هون،
ما فينا نضغط عليهم. بس المهم مثل ما انكم شايفين هي ثلاث صور حسوي لكم عليها زوم، او الاربع صور حسوي لكم عليها زوم، يعني جميله جدا. هي مثل كعمل كاريكاتيريه هيك، ممكن تحطها على الطاوله او شغلات تحطها على الطاوله هيك مثلا. والله جدا يعني حركه جميله جدا وفعلا خرافيه وكرييتيف، فعلا كرييتيف. بس هون هذا بس اليوم هذا نزل من الاخبار. هلا بنروح بنشوف ايش في عنا بالتويتر. في سكن جديد رح ينزل لمايدوس، شفتوا؟ هي احد التعديلات رح تنزل على مايدوس. بننزل كمان في عنا هذا الشخص صاحبنا، دائما بنشوف شو عنده. طبعا بالوقت الحالي لطول الزومبي ما في اي شيء نازل، ما في حاليا. في عندك هي للسمكه، سووها من جماعة سكيلتون على اساس يزعم منه كتير 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 معرقة على اساس السمكة. طبعا فيهم كمان شيء موجود بالجزيرة، هلا بروح بنشوفه بالجزيرة نستكشفه بأرض الواقع. طبعا الحب، نرجع الحب 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 الحب. طبعا هون بفرجيكم السكن شلون مع تعديلاته، ما بعرف هو ايش هو هذا السكن اول مرة اطلبه، بس خلينا نشوف اختصاره. هذا سكن جديد رح ينزل مع هاي الرقصة، شوفوا شلون شيء بوباستك صراحة، هيك كثير صغيرة. وفي مثل يمكن على ما اتوقع انه مثل هون يا سكن يا مشروب يقويك، يعني شوف هذا الانسان العادي يتحول الى وحش ضاري، عرفتوا شلون؟ فاتوقع انه رح يكون مشروب يقويك او يعطي قوة او على ما اذا اللي ما لذلك يعني، هذا من الواضح. وطبعا شفت انا هذا السكين كمان الرجل المرأة العجوز الشنطاء التي وفتاة اليقطينة، يعني الفتاة شوية ماشي حالها. ايش في كمان سكنات حلو، هي كمان ولد اليقطينة. وبنكمل كمان في هون نيو ستايلات للشخصيات، في عنا هاي الاولى بس خلينا نروح على قبلها، هاي الفطارة هاي كان كمان بيتمسخروا علي انه كنت افكر اشتريها، بس بعدين قلت ما بدي اشتريها لانه عم بيتمسخروا علي، لاني انا بعرف سكنات نادرة يا مان شيء لها ثقلها. بس لحد الان بس هذا الحال الموجود حاليا. هلا نبلش خلينا ندخل جيم نستكشف الارض او نستكشف الماب. طبعا رح ادخل تيمة كوبيس فورتنايت. يا الهي. طيب ننزل ننزل جيم بنشوف ايش الوضع ايش في ما في ونرجع نطلع. يلا منين ضرب؟ هلا قفمت انه عبارة عن اشباح صاروا. خلص لاعب عادي تهيل. اوف يا زلمة منين اجوا هذول الاشباح؟ كن ظلا. ايوه هلا بصير ظل انا. ايوه الله لا ادبكم انتو، الانتقام انضم للجيش. ايش هاي؟ شلون القوة؟ حلو حلو حلو. تعالوا يا كلاب اين انتم؟ ايش هاي؟ هي مثل هيك هي الحلو نايس. واو اشي بومبستك. ايوه نحن بنتهيل على البقايا نايس. شوي طبعا نحن ما جينا في هاي المنطقه، بس ما يصير نطلع برا ابدا. طلع كم واحد موجود، كليتنا جيش واحد. الله نايس والله شيء جميل. حلو حلو والله شيء تحديث رهيب. بجد يعني هيك انت ما تموت ابدا. طب في معنا اثنين ماتوا، بس طلع نحن شدنا نحن اشباح. انا قتل 13 واحد 12 واحد قتلين نايس. منين هذول؟ امتى قتلناهم خيو؟ طلع كلهم طلعوا على الوكاله.
والماب مليانة بشر. هذا بده يولول هلا، بده يكفر. مليون واحد هجم عليه. شوف 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 كم واحد هجم عليه. شوف ياي مترت. طب ايش هاي؟ انا معي المعصاي. نحن سكواد كامل لنا هاي القدرات. ايوه فهمت. طبعا انا راح اكتفي لهذا القدر لانه شكلي انا نسيان اشغل الكاميرا او الفيديو تسجيل وكون هون مصيبه. نحن صرنا خلينا نوقف تسجيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.